بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي طلاب بريب. النهاردة هناخد ليسون في الألجبرا اللي بيتكلم عن operation on the real number. operation on the real number اللي بيتكلم عن أو اللي بيدور عن الجيومتري هيلاقيه طبعا في بلاي ليست الواحدة موجودة على القناة. يدخل كده على قوائم التشغيل هيلاقي مكتوب جيومتري الصف الثاني الإعدادي. ده طبعا كان نازل السنة اللي فاتت عشان لو حد بس لسه ما شافش اي درس في المدرسة الجيومتري. اما الالجبرا دي اللي محتاجه فعلا تجديد، لان من زمان ما شرحتش الجبرا لمنهج تاني اعدادي. بدايه كده بس كتاب المعاصر طبعا لسه ما نزلش، بس هو لما ينزل هيبقى فيه تغيير شامل فيه زي كتاب اولى اعدادي وثالثه اعدادي طبعا بالنسبه للتمرين والكلام ده. فان شاء الله برضو الحاجات دي هنكملها باذن الله. بالنسبه للتاخير معلش، لان الفيديوهات بتاعتكم اصلا كلها اتحذفت من عندي بعد ما اصلا ما كانت متسجله، فده اللي اخرني. يعني ما عنديش وقت ان اسجل تاني، والفيديوهات اللي بتنزل دي اصلا متسجله جاهزه. عامه يعني ان شاء الله هنكمل بيت المنهج، مش هنقف يعني. النهارده ناخد درس في الالجبرا بيتكلم عن operation on the real numbers، وده هيتاخد على مرتين، ما ينفعش يتاخد على مره واحده، لان انا مش هسيب لك جزئيه فيه عشان بس اللي بيتكلم واللي بيسال. يعني operation on the real number، قبل ما ناخد فكرة الدرس بتتكلم عن ايه، تعالى كده افكرك بحاجة. دلوقتي لو انا قلت لك x plus 2x يديني ايه؟ ما تقول لي x plus 2x عادي يعني يديني 3x. تمام، يعني معنى كده ان في هنا 1x اكيد، يعني 1x plus 2x هيديني 3x. طب لو قلت لك هنا x multiply ال x يبقى x power 2. بالظبط كده، يعني انت هنا ما قلتش 2x، لا ده انت قلت هنا x power 2. طب لو قلت لك x plus ال x، x plus ال x x plus ال x هتكون ها x power 2، لا 2x، لان هنا في 1 وهنا في 1، 1 plus 1 equals 2. طيب ماشي تمام، عرفت انا ديت. وبعدين يعني ايه الفكره؟ يعني الفكره ان الليسون بتاع النهارده بيتكلم عن ده كده. ازاي؟ لو جيت قلت لك مثلا 3 root 2 plus 2 root 2، 3 root 2 plus 2 root 2 هيكون equals 3 plus 2 equals 5، هيبقى يكون equals 5 root 2. بس كده يعني مش هنقول، هنقول ايه يعني مش هتنفع يعني 3 plus 2 يديني 5، ايوه، وروت 2 plus 2 root 2 يديني 4، لا طبعا ما ينفعش. غلط غلط، انت بتتعامل مع root 2 كانه زي الاكس كده بالظبط كده، لان ده يعتبر irrational number، يعتبر ده irrational number. طيب تعالى كده نشوف الحاجات ديت في الاكسرسايز بتاعتنا. هنا بيقول لك find each of the following in the simplest form. root 3 plus 2 root 3، ها قول انت بقى. بسيطة طبعا، ده طبعا هنا في 1، ايوه بتبقى 3 root 3. اوعى تقول 3 root 6، ما هو يا مستر اوعى بقى، عيب ما ينفعش 3 root 3. طب هنا بيقول لي 3، بص هقول لك على حاجة، تعامل مع النمبرز يعني الروت ده حطه في الآخر عادي خالص كده عشان ما تلخبطش نفسك. يعني هنا اعمل زي كده 3 ماينس 5، 3 ماينس 5 ايكوالز 2، لا ما هو مستر 2 يا ابني، لا نيجاتيف 2، نيجاتيف 2، لان طبعا هنا في سبتراكت، يبقى نيجاتيف 2 روت 2، نيجاتيف 2 روت 2 مش 2. طب هنا شوف اعمل زي برضو 2 ماينس 3، لا 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 امال ايه، اخد البوزيتيف مع البوزيتيف، يعني 2 بلس 1 يديني، يبقى 2 ماينس 1 ايكوال 3، 3 ماينس 3 ايكوال 0، 0 0 روت 5 ما هي تبقى برضه 0، ما هو ده في هنا ملتبلاي. لما اقول لك 2 روت 2 هنا في ملتبلاي بس ما كتبش، ده عباره عن 2 ملتبلاي روت 5 ماشي، يعني 0. طيب هنا 5 كيوبيك روت 7، خلي بالك ده كيوبيك روت برضه نفس الفكره، شوف اخد البوزيتيف مع البوزيتيف، 5 ماينس 2 بلس 2 يديني 7، 7 ماينس 8 يبقى نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف كيوبك روت 7، نيجاتيف كيوبك روت 7. ها فاهم؟ طب يا مستر يعني هيحصل حاجه لو قلت 5 ماينس 8 هيديني نيجاتيف 3؟ مش هيحصل حاجه، انا قلت لك حاجه بس انا بقول لك كده علشان مثلا دي طريقه يعني ايه المدرس لما بيجي يحل مثلا مسائل زي ده ما بيحلهاش زي الطالب كده، بيحلها بالطريقه دي كده 5 بلس 2 يديني 7، 7 ماينس 3 يديني نيجاتيف كيوبك روت. انا عايز اخليك تبقى بروفيشنال، مش عايز اخليك تبقى طالب عادي اللي هو اللي يحل بالنظام التقليدي. ثانيا كمان ما تحلش بالكالكوليتور، ما تحلش بالكالكوليتور، لو انت بتحل بالكالكوليتور بتحل بالكالكوليتور يبقى انت كده بتضحك على نفسك، بص بتضيع على نفسك، لان انا عارف لسه في دروس ثانيه جايه هتستخدم فيها الحاجات ديت وهتحتاجها، بلس كمان الترم الثاني بيكمل لك على الحاجات دي،
انا بقول لك اهوت من الاخر. لو جيت تلاحظ هنا تلاقينا روت 5 روت 5 روت 5 روت 5 تمام. يبقى برضو ناخد البوزيتيف على البوزيتيف. 4 بلس 5 9 9 ماينس 2 ايكوال 7 7 ماينس 1 يديني 6 هيبقى 6 روت 5. طب هنا خلي بالك هنا بقى جايب لك ايه؟ جايب ايه؟ يعني هنا روت 3 ايوه وهنا برضو روت 3 وهنا روت 3. هنا بقى جايب لك هنا ايه؟ برضو نفس الفكرة يبقى 5 plus 3 8 8 minus 7 1 1 minus 3 يبقى negative 2 1 minus 3 يبقى negative 2 root 3 negative 2 root 3 negative 2 root 3 تمام. دي برضو زيها بس ايه زود لك على تفصيلة جديدة بسيطة يعني ايه؟ انه جايب لك هنا 2 root different ازاي يعني؟ يعني انت لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي هنا روت 5 اها وهنا 2 روت 5 وجايب لك بعد كده سكور روت 3 مع برضه 3 بس كده. يبقى نحل دول واحده ونحل دول واحد بالظبط. يبقى روت 5 كانها مسالتين في بعض يعني شامبو يعني كده يعني. روت 5 بلس 2 روت 5 هيكون ايكوال 0 روت 5. وهنا روت 3 ماينس روت 3 خلي بالك هنا دي بوزيتيف ونيجاتيف يعني كل ده كل النمبر بالانفرس بتاعته يعني عدد الانفرس بتاعته يبقى روت 3 بلس ماينس روت 3 هيكون ايكوال 0 هيكون ايكوال زي ايه 0 يبقى هيبقى الانسر هنا 3 روت 5. طيب نمبر 2 2 روت 3 بلس 5 بلس روت 3 ماينس 6 هيبقى 2 روت 3 بلس هنا في 1 1 3 هيكون ايكوال 3 روت 3. 5 ماينس 6 هيكون ايكوال زي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تمام. هنا برضو 7 كلها على بعض 7 تبقى 2 ناخد البوزيتيف بلس 1 يديني 3 3 بلس 5 8 8 ماينس 3 يديني 5 اه معلش اسف ايه احنا جايب لي هنا شوف ركز معايا كده 7 جايب لي هنا روت 7 وروت 7 وروت 7 وجايب لي هنا روت 2 يبقى ناخد بس الايه ال 7 لوحده يبقى 2 بلس 1 ايكوال 3 3 بلس 5 بيكون ايكوالز ها 2 بلس 1 3 3 بلس 5 8 هتبقى 8 روت 7. طب هنا فين مستر ماينس روت ماينس 3 روت 2 يبقى هنا برضه بالظبط هتبقى هتسيبها زي ما هي ماينس 3 روت 2 ماينس 3 روت 2 بس كده ماينس 3 روت 2. طيب تعالى هنا هنا بقى جايب لك بقى هتقول هنا 2 يبقى حلو كلهم مع بعض لا لا طبعا خلي بالك هنا في سكوير روت وفي هنا كيوبيك روت هنا في سكوير روت يبقى تالت سكوير روت وتالت سكوير روت والكيوبيك روت اللي هو الريميندر ده 2 بلس 5 ايكوال 7 7 روت 2 وهنا نيجاتيف 3 بوزيتيف 1 هتبقى نيجاتيف نيجاتيف 2 كيوبيك روت 2 نيجاتيف 2 كيوبيك روت 2 يبقى 2 بلس 5 ايكوال 7 روت 2 وان النيجاتيف 3 بلس 1 يديني نيجاتيف 2 كيوبيك روت 2. لو ندخل بقى في الملتبلاي والملتبلاي ده مهم جدا 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 لان هتستخدمه كتير قوي 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 قوي. ايه بقى؟ هقول لك لما يجيب لك هنا يقول لك روت 3 ملتبلاي روت 3 يبقى على طول كده بيكون ايكوال 3. طب ليه؟ هقول لك ليه؟ روت 3 ملتبلاي روت 3 يديني روت 9 فالسكوير روت 9 هتكون ايكوال 3. السكوير روت 9 هتكون ايكوال زي الايه؟ 3. سكوير روت 9 اللي احنا خدناه في الاول خالص هتكون ايكوال 3. فبدل ما اقعد الففك كده لا روت 3 ملتبلاي روت 3 ايكوال 3. روت 4 ملتبلاي روت 4 هيكون ايكوال زي 4. روت 9 ملتبلاي روت 9 هيكون ايكوال زي 9 بس كده. طب هنا يا مستر هناخد الهول نمبر او الانتجر ده ونعمله ملتبلاي. نيجاتيف النيجاتيف دي اعمل لها اوت بوت طلعها لي بره لو سمحت اطلع لي بره 2 باي 3 6 وروت 5 ملتبلاي روت 5 بيكون ايكوال زي 5 بقت نيجاتيف 30. ها تاني نيجاتيف عملت لها اوت بوت 2 باي 3 6 روت 5 ملتبلاي روت 5 ايكوال زي 5 ملتبلاي بقت نيجاتيف 30. طب هنا 2 باي 3 6 6 ايه روت 2 6 روت 2 ما ينفعش ان انا اعمل ملتبلاي 6 مع 2 يبقى روت 12 مثلا لا غلط طبعا لان ده
rational number ده irrational number، ما ينفعش، ما لهمش علاقة ببعض أصلا، ما لهمش علاقة ببعض أصلا. طيب هنا بقى ايه جايب لك number و brackets، يبقى احنا هنا هنعمل distributive property. distributive property 2 multiply root 2 يبقى 2 root 2، 2 multiply root 2 يبقى 2 root 2 plus 2 multiply root 5 يبقى اديني 2 root 5. طب نعمل بقى 2 plus 3 يديني 4، غلط. ليه؟ لان ديت number ودي number، ده حاجة ودي حاجة، ملهمش علاقة ببعض خالص. ما تعملش sum للروت وهم اصلا different، دول ملهمش علاقة ببعض خالص. عامل بالظبط، دي عاملة بالظبط زي ايه؟ لما اجي اقول لك 2x plus 3y، هل يا ترى ينفع تقول لي 5xy؟ لا طبعا ما ينفعش، دي بالظبط زيها كده. يبقى احنا عملنا ده ملتبلاي ده وده ملتبلاي ده، عايز تكتبها بالستبس بقى يا ريت يعني يفضل، بس انا ما برضاش اعملها لك عشان ما احسكش ان المساله كبيره يعني. روت 2 ملتبلاي 5 يبقى 5 روت 2 بلس روت 2 ملتبلاي روت 2 ايكوالز 2. طيب هنا بقى، هنا مثلا روت 7 ملتبلاي روت 7 هيكون ايكوال 7، روت 7 ملتبلاي روت 7 هيكون ايكوال 7 بلس روت 7 ملتبلاي 2 هتبقى 2 روت 7، لان ده راشونال نمبر وده ايراشونال نمبر، فما ينفعش ان انت تخليهم ملتبلاي ولا بلس ولا اي حاجه مع بعض، هيبقى 2 روت 7. ويا رب تكون فاهم. هنا برضو خلي بالك بقى، اشمعنى؟ علشان هنا في نيجاتيف، فتركز شويه، خدها بالراحه واحده بواحده، ما تستعجلش علشان ما تحلش غلط وفي الاخر تتعقد من درس. هنا نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوال زي بوزيتيف، ما نكتبش. روت 3 ملتبلاي 5 هيكون 5 روت 3، ونيجاتيف باي نيجاتيف ايكوال زي بوزيتيف، وروت 3 ملتبلاي روت 3 هيكون ايكوال 3. بس بقت سهله، بقت سهله. طب هنا نيجاتيف وبوزيتيف، يبقى هنا برضه هيكون نيجاتيف 2 ملتبلاي 3. خلي بالك انا اخدت 2 ملتبلاي 3 عشان هما دول انتجرز، يبقى اديني 6 وروت 5 دي جنبيها. نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوال بوزيتيف، وروت 5 ملتبلاي روت 5 بيكون ايكوال 5. طب هنا روت 7 ملتبلاي 2 اوفر اوفر روت 7. طبعا الروت 7 بتاع البيسكلز بتاعتها اصلا اوفر 1، فهنكنسل ده مع ده، يعتبر هنكنسلهم مع بعض، يعني كانك تعمل ديفايد، فالريمندر عندي هنا يكون 2. ما دي عبارة عن ايه؟ روت 7 اوفر 1 ملتبلاي 2 اوفر روت 7. هتقول انت مش قلت لي من شويه دلوقتي ان روت 7 ملتبلاي روت 7 يديني 7؟ قلت لك ملتبلاي، انت عندك هنا واحده هنا في النومريتور والثانيه هنا في الدينومريتور، يتكنسلوا مع بعض كانك بتعمل ديفايد، فبيديك 1، فيبقى الانسر هنا 2. طب هنا في ماينس، نزل لي الماينس. روت 7 ملتبلاي روت 7 ايكوالز 7. طب هنا في بوزيتيف، روت 7 ملتبلاي 3 هيديني 3 روت 7. نركز في الحته دي بقى، مش هنا 2 minus 7 equals negative 5 plus 3 root 7. طب ليه يا مستر انت ما قلتش 2 plus 3 دين 5 5 minus 7 زي ما انت كنت بتعمل كل مره؟ لان 3 ديت معاها الروت 7 تبعها، هنا دول الاثنين دول مع بعض تبع بعض، تمام؟ دول الاثنين دول مع بعض، فما ينفعش ده، ما ينفعش كده خلاص. يبقى 2 minus 7 دي دول مع بعض انتجرز عادي، هول نمبر، ديك هنا نيجاتيف 5، اما دي بقى تيجي الوحيده هنا بقى. يا رب تكون فاهم. Find the result of each of the following operation. هنا عندك 2 brackets، ولو جيت تلاحظ هنا ايوه ان انت عندك هنا ال 2 brackets دولت هم يعتبروا likes، يعني شبه بعض بس مختلفين في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في السيمبل اللي في النص هنا، في الساين اللي في النص هنا، يعني مختلفين في اشاره اللي في النص. طب وده له حاجه يعني دليل يعني؟ اه طبعا. معناه ايه؟ معناه انك هتعمل الفيرست ملتبلاي فيرست والسكند ملتبلاي سكند بس، لان ساعتها مش هيطلع له ميدل تيرم، هيطلع بزيرو. يبقى روت 2 ملتبلاي روت 2 بيكون ايكوالز 2، بوزيتيف باي نيجاتيف يديني نيجاتيف 1 تايمز 1 ايكوالز 1، 2 ماينس 1 ايكوالز 1. شوف هنا برضو زيها 4 by 4 equals 16، negative by positive equals negative،
ركز في الحته اللي جايه ديت. و 3 باي 3 ايكوالز 9 وروت 2 ملتبلاي روت 2 ايكوالز 2 فبعمل هنا ملتبلاي 2. يبقى 16 دي بعملها دروبنج كده 2 باي 8 9 ايكوالز 18. 16 ماينس 18 بيكون ايكوالز نيجاتيف 2. بيكون ايكوالز الايه؟ نيجاتيف. يا رب يكون فاهم. عيدها تاني؟ حاضر. حسيت كده ان حد بيقول لي عيدها تاني. 4 باي 4 ايكوالز 16. نيجاتيف باي بوزيتيف بيكون ايكوالز نيجاتيف. 3 باي 3 ايكوالز 9 روت 2 ملتبلاي روت 2 بيكون ايكوالز 2 فعلشان هنا جنب ال 9 بتعملها ملتبلاي هيبقى 16 ماينس ال 18 بيكون ايكوالز نيجاتيف 2. طيب عندي هنا بيقول لي روت 5 ماينس ال 1 اول اوفر باور 2. افكرك انت يعتبر اخدتها في بريف 1 بس افكرك بيها تعالى روت 5 ديت هنعملها تايمز باي اتسيلف 2 تايمز. يعني ايه؟ هتتضرب في نفسها مرتين. روت 5 ملتبلاي روت 5 ايكوالز 5. ودي برضو نفس الحكايه. نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1. نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز البوزيتيف 1 تايمز ال 1 بيكون ايكوالز ال 1. بعد كده بنعمل كل دولت ملتبلاي. تمام؟ بوزيتيف باي نيجاتيف كل دولت يعني 2 باي 1 باي روت 5. positive by negative يكون equals negative و 2 by 1 2 2 root 5. تاني برضو root 5 multiply root 5 بيكون equals 5. negative by negative يديني positive 1 times 1 بيكون equals 1. positive by negative يديني negative 2 by 1 2 2 by root 5 يديني 2 root 5. 5 plus 1 بيكون equals 6 minus 2 root 5. 6 minus 2 root 5. طب هنا برضو نفس الاكزامبل برضو ده هنعمله times by itself 2 times 2 by 2 لو عايز تعمله في الجنب كده ماشي 4 root 3 multiply root 3 بيديني 3 نعمله multiply هيبقى اديني 12. 4 by 4 equals 16 وبعد كده بنعمله كله multiply positive by positive يديني positive 2 by 4 8 8 by 3 equals 24 24 root 3 يبقى 2 by 4 8 8 by 2 16 يا عم 24 ايه بس ده في واكل محشي يبقى 2 by 4 8 8 by 2 equal 16 root 3 ناخد 12 plus 16 بيكون equals ايه ها يديني 28 يبقى 28 plus 16 root 3 بس كده هيكون ايه بس كده فاهم كده ولا ايه؟ تمام تعال بقى نشوف الاكزامبل التاني على الدور ده لو كنت لاحظ برضو هتلاقي هنا التو براكتس اللي هنا بيكونوا ديفرنت يعني مختلفين يعني استعنى على الشقة بالله ازاي يعني؟ هقول لك ازاي لها طريقتين يا اما الطريقه الاولى مثلا انتم قايل هنا روت 3 بلس 2 وتحتيها دي برضو روت 3 ماينس 1 بنعمل ده ملتبلاي ده روت 3 ملتبلاي روت 3 بيديني 3 وده ملتبلاي ده بوزيتيف باي نيجاتيف يديني نيجاتيف 2 باي 1 ايكوالز 2 وبعد كده بنعمل كروس 2 باي روت 3 بيديني في الجنب كده 2 روت 3 وروت 3 ملتبلاي نيجاتيف 1 يديني نيجاتيف روت 3 بقى 2 ماينس ال 1 وهنا في 1 2 ماينس ال 1 يديني 1 يعني 1 روت 3 بقى 3 ماينس 2 يديني 1 1 بلس روت 3 استنى ايه بس اشرح تاني انت بتقول ايه؟ حاضر انت في ايه؟ خلي بالكم ان في المدرسه بياخدوها ازاي؟ بياخد ان روت 3 ملتبلاي روت 3 اها وروت 3 برضه ملتبلاي 1 وبعد كده 2 ملتبلاي روت 3 وال 2 ملتبلاي 1 دي تنفع ودي تنفع مفيش مشكله خالص روت 3 بلس 2 وروت 3 ماينس 1 وبنعمل كانها ملتبلاي عليه اللي هي 2 نمبرز دي ملتبلاي 2 نمبر اللي هي دي روت 3 ملتبلاي روت 3 ايكوال 3 بوزيتيف باي نيجاتيف يديني نيجاتيف 2 باي 2 2 باي 1 ايكوال 2 بعد كده بنعمل كروس 2 باي روت 3 يديني 2 روت 3 في الجنب كده روت 3 ملتبلاي نيجاتيف 1 يديني نيجاتيف روت 3 يبقى 2 ماينس 1 يديني 1 1 روت 3 يبقى 3 ماينس 2 ايكوالز 1 1 بلس روت 3
والله ما انا فاهم حاجه يا عم، الحاجه دي سهله خالص يا مستر، دماغي لفت. ما علشان كده انا بقول لك الدرس هيتاخد على مرتين، مش هيتاخد على مره واحده. ولو انت بتاخده على مره واحده يبقى انت كده بتظلم نفسك، مش هتفهم حاجه، ولو حليتها هتنسى. انا عايزك دلوقتي ان بعد ما اخلص هتاخد مثلا اكسرسايز الفايف ده تقريبا، يعني اكسرسايز فايف هتاخد من اول الون لحد يعني لحد الفايف، لحد هنا تحل مكتب المعاصر. هتقولي الكتاب لسه ما نزلش، دور على النت، اخش على الموقع بتاعي هتلاقي النسخه موجوده بي دي اف، عم الكتاب ما ينزل، والكتاب هينزل بكره بعده. وتحل بايدك انت، لو انت بتابع مع نفسك في البيت هتحل بايدك كده لحد نمبر 5، ما تزودش عن كده. صدقني لو زودت عن كده يبقى انت كده بتظلم نفسك، هتظلم نفسك. انا عارف وبحط نفسي مكانك، لان الدرس ده مليان افكار، وانا يهمني انك تاخد كل افكارك وتاخد كل منهجك بالكامل. انا ممكن اقول لك اي مسالتين سهلين واقول لك هو ده الدرس، يبقى انا كده بضحك عليك. في انواع من الطلبه بتحب كده، في انواع من الطلبه بتحب كده، بتحب الفيديو يكون اسئله سهله وشويه شويه يقول لك ده الدرس سهل والدرس جميل وشويه شويه كنت هسمع السلام الوطني. لا، انت منهجك لازم تاخده بالكامل، سؤال 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 سؤال. تمام. انا زعلت جدا لما لقيت الفيديوهات بتاعتكم كلها اتشالت من على الهارد، حاولت ارجعها ما عرفتش. بس يا قدر الله ما شاء فعل، يمكن دي فرصه ان انا اعملها من تاني الشرح بايدي انا، لانها كانت معموله بالانيميشن. تعالوا يلا ناخد السؤال الاخير ده، وزي ما قلت لكم الهوم ورك بتاعك هيبقى لحد نمبر 5 ده، لحد نمبر 5، 1 2 3 4 5، تحل بالتفصيل، شغل فيديو مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله يعني بعد بكره هنزل لك الفيديو الثاني باذن الله، ان كان لنا عمر باذن الله. طيب تمام ماشي. نمبر 6 بقى، 5 ماينس روت 3 اول اوفر باور 2 ماينس 28، نفس الفكره دي هنعملها تايمز باي اتسلف 2 تايمز، 5 باي 5 ايكوالز 25. نيجاتيف باي نيجاتيف يديني بوزيتيف، روت 3 ملتبلاي روت 3 بيديني 3. بعد كده بوزيتيف باي نيجاتيف يديني نيجاتيف. 2 باي 5 10، هيبقى 10 روت 3. بعمل لهم كلهم ملتبلاي. 2 باي 5 10، 10 روت 3. ماينس 28. 25 بلس 3 يديني 28. 28 ماينس 28 يديك 0. هيبقى الريمندر عندك هنا نيجاتيف 10 روت 3. يبقى الريمندر عندك هيبقى هيكون ايه؟ نيجاتيف 10 روت 3. يبقى 25 بلس 3 يديني 28. 28 ماينس 28 بيديك 0. بس كده. ايه رايك؟ يا رب تكون فاهم. يا رب تكون فاهم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.